ولمناقشة موضوع الجفاف الذي يضرب العراق في ظل إهمال قطاعي الزراعة والري ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا دكتور نظير. أهلا وسهلا أخي. منذ سنوات وأزمة الجفاف تتفاقم وتتصاعد في العراق، ولكن الأمور الآن وصلت إلى مراحل متقدمة من الجفاف في بعض الأنهر الموجودة، لماذا برأيك؟ السبب طبعا هو التغير المناخي بشكل رئيسي، لأنه منطقة الشرق الأوسط هي أساسا منطقة جافة إلى شبه جافة، ومعدلات هطول الأمطار فيها قليلة، لكن العراق كان يعتبر خلينا نقول غني بموارده المائية، إلا أن هذا الأمر تغير طبعا مع الزمن نتيجة التغير المناخي، فدول الجوار يعرفون بهذا الشيء فأخذوا يسارعون من إنشاء المشاريع الهيدرولوجية. فتركيا طبعا بدأت تنفذ العديد من السدود، وإيران حولت الكثير من الأنهار مثل الكرخة والكارون وديالة حاليا وغيرها من الوديان والأنهار الجانبية التي كانت تدخل إلى العراق من الجهة الشرقية. فكل هذه أدت إلى تناقص تصاريف نهري دجلة والفرات ورواحدهم بشكل كبير جدا. وإذا أخذنا الأرقام مثلا، فكان المعدل ما يدخل للعراق من مياه من نهر الفرات كان بحدود 30 بليون متر مكعب سنويا، طبعا هذا يقل أو يزيد استنادا إلى الظروف الهيدرولوجية في تلك السنة. حاليا أقل من الثلث يدخل إلى العراق من نهر الفرات. أما بالنسبة إلى نهر دجلة وروافده، فنهر دجلة كان الوارد بحدود 21 بليون متر مكعب يدخل من تركيا، ومن روافد دجلة تقريبا 22 بليون، زائدا 7 بليون متر مكعب سنويا من الوديان الجانبية. طبعا معظم هذه راحت حاليا، فنلاحظ أنه مثلا تصريف نهر دجلة في بغداد كان بحدود 1250 متر مكعب بالثانية، نعم حاليا هو أقل من 500 متر مكعب بالثانية. والمستقبل مع الأسف يعني مظلم إذا بقت الأمور كما هي عليه. قبل أن نأتي إلى المستقبل دكتور، لو سمحت، معدل الاستهلاك العراق السنوي من المياه نحو 53 مليار متر مكعب، كيف تنظر إلى دور السلطات والحكومات المتعاقبة وخاصة في الأونة الأخيرة في محاولة الحفاظ على حقوق العراق المائية؟ هذا شيء مؤسف جدا مع الأسف. يعني الحكومات المتعاقبة من 2003 لحد الآن لم تحرك ساكنا، لكن يجب أن نذكر أنه وزارة الموارد المائية في الفترة الأخيرة السيد وزير الموارد المائية الأستاذ مهدي الحمداني طالب الرجل تركيا وإيران بحقوق العراق المائية، لكن أنا ذكرت هذا في عدة مناسبات. هذا الشيء لا يكفي إطلاقا، هذا هو خطوة أولى، والمفروض والمطالبة تكون من مجلس الوزراء والبرلمان العراقي، وكل الكتل السياسية المفروض تقف خلف هذا المطلب، لأنه هذا مطلب مهم جدا يخص مستقبل الوطن والمواطن بشكل كبير جدا. لكن مع الأسف المؤشرات تدل على عكس ذلك مع الأسف. يعني مثال بسيط على هذا، خلينا نرجع شهر إلى الوراء ونشوف مثلا الكتل الانتخابية والأشخاص اللي رشحوا للبرلمان العراقي، ولا واحد منهم ذكر أي شيء عن المياه، كأن الشيء ما موجود إطلاقا، وهذا شيء مؤسف له. على عكس ذلك نلاحظ مثلا مشكلة النيل، وشوف السودان ومصر شلون كل الكتل السياسية والأحزاب والحكومة. هذه المناسبة دكتور، ومع أن هذا السؤال قد يبدو سؤالا سياسيا، لكن كيف تنظر إلى دور إيران كأحد دول المنبع في تأزيم الوضع المائي في العراق؟
والله دور إيران مع الأسف غير مشجع. يعني دور إيران في مثل ما ذكرت قبل لحظات تحويل مياه نهر الكارون، نهر الكارون تقريبا 40 إلى 50% من تصريف مياه شط العرب من نهر الكارون، نعم حولوه داخل إيران. نفس الشيء الكرخة، ديالة، الوديان الجانبية، يعني هذه كلها تأثر بشكل كبير جدا على الوضع المائي في العراق بشكل سلبي جدا جدا مع الأسف. يعني احنا ما نتوقع هذا الشيء من جاره للعراق مع الأسف. دكتور نظير، كنت تتكلم قبل قليل عن المستقبل، وهنا يوجد سؤال عن تأثير الشح المائي على الإنتاج الزراعي على سبيل المثال وتأمين السلة الغذائية المطلوبة في العراق. نعم، إذا بقي الوضع كما هو عليه فتقارير الأمم المتحدة والبحوث اللي أجريناها كلها تشير إلى شيء سلبي جدا مع الأسف. وأحد تقارير الأمم المتحدة يقول أنه سنة 2040 إذا بقى الوضع كما هو عليه فلن تدخل قطرة مياه إلى العراق من نهري دجلة والفرات وروافدهم. فلذلك لابد من أخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار وتغيير استراتيجية إدارة الموارد المائية في العراق بشكل جذري. وهذا الشيء صار أنا سنين أكثر من 15 سنة أنادي بي، ونشرت الكثير من البحوث وتكلمت في العديد من المؤتمرات حول هذا الموضوع، لكن مع الأسف مغنية الحي لا تطرب، ما حد ولا أحد يقرأ مع الأسف. نبقى في المستقبل دكتور، وفقا لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول 2040، هل ثمت حلول أو خطط استراتيجية في الأفق ل يعني محاولة المساعدة في حل هذا الموضوع؟ نعم، ماكو مشكلة ما لها حل أخي العزيز. وأني أيضا أرجع وأقول مو من باب التفاخر وإنما من باب الاختصاص، أي واحد في هندسة الموارد المائية ممكن أن يعالج القضية هذه إذا كان فهم الموضوع. فلذلك تغيير الاستراتيجية مثل ما قلت قبل لحظات ضروري جدا. فتغيير الاستراتيجية وتنويع مصادر المياه والاعتماد على الموارد غير التقليدية هو أمر ضروري جدا بالنسبة للعراق. وشنو قصدي بالموارد غير التقليدية؟ الموارد غير التقليدية هي الحصاد المائي. وأني أيضا أرجع وأقول عندنا العشرات من البحوث المنشورة حول هذا الموضوع، من الممكن أن توفر لنا ملايين الأمتار المكعبة من المياه. وكذلك معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية هذا شيء مهم جدا. ودائما أستشهد بالأردن، الأردن تستعمل هذه الطريقة علما بأن الوضع المائي بالأردن أتعس بالمقارنة من الوضع المائي في العراق، لكن هم مسيطرين على مواردهم المائية بهذا الشكل لأنه أكو إدارة متكاملة للمياه. إحنا مع الأسف استراتيجيتنا مبنية على أرقام خاطئة ولا تتعامل مع الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية. فلذلك الاستراتيجية يجب أن تتغير بشكل جذري لمعالجة هذه المشكلة. وأيضا هي الشغلة مو بس بالكلام، وإنما تحتاج إلى أشخاص فاهمين الموضوع ويعرفون إيش دا يسوون وفي علهم إخلاص للوطن. والمقصود من الفاهم بالموضوع هنا هذه نقطة مهمة، مو اللي يحكي على الموضوع وإنما الشخص اللي اختصاصه هذا الموضوع، اللي مشتغل أبحاثه في هذا الموضوع، اللي منفذ مشاريع حول هذا الموضوع. نعم، إذا كانت الاستراتيجية يضعها مثل هؤلاء الناس فأكيد راح تكون ناجحة وتحل المشكلة المستعصية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك الدكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم.